العديد من اللاعبين يحدثون انقلابا في أداء فريقهم عقب دخولهم لأرضية الملعب كبدلاء ويكون ورقة الحسم، فيما جزء آخر يشكل انتكاسة للفريق ولا يضيف أي شيء يذكر. في هذا الفيديو سنستعرض وإياكم مجموعة من هؤلاء اللاعبين ومواقفهم، لكن قبل المشاهدة نرجو منكم دعمنا بالاشتراك في القناة إن كنتم غير مشتركين وتفعيل زر الجرس. هيا بنا لنشاهد الفيديو. عقب دخوله للمباراة لعب تشوبوموتينغ دور المنقذ للبي اس جي بعدما سجل هدفا حاسما لفريقه في شباك أتلانتا. يورنتي سجل هذا الهدف الهام جدا لفريقه توتنهام في شباك السيتي، والذي ساهم في إقصائهم من دور الأبطال وتأهل السبيرز لنهائي البطولة. نجح كوتينو في إثبات صحة قرار مدربه بإدخاله للملعب بعدما سجل هدف الفوز لأستون فيلا ضد اليونايتد. بعدما دخل بديلا في نهائي الأبطال نجح جاريث بيل في منح فريقه الريال اللقب بعدما سجل هدفان في شباك ليفربول. دخل كيبا خصيصا من أجل ركلات الترجيح ولم يفشل خطة مدربه ليتمكن من صد ركلتين في مباراة السوبر الأوروبي ضد فياريال ويمنح تشيلسي اللقب. نجم الرومونتادا رودريجو يعد أشهر بديل في الريال هذا الموسم بسبب أهدافه الحاسمة، وهذه إحداها عندما سجل هدفان في ظرف دقيقة ونصف في شباك السيتي بمسابقة الأبطال. ديفيد لويز دخل ليساعد الفريق لكنه كان الانتكاسة لهم، ساعد الخصم بالتسجيل في المرمى، منحهم ركلة جزاء وحصل على بطاقة حمراء. شاهد ما الذي فعله لينغارد بعدما دمر فريقه اليونايتد بهذه التمريرة الخاطئة التي استغلها الخصم وخطفها وسجل منها الهدف. هدف ببطولة، هذا ما فعله البرتغالي إيدير بعدما نزل بديلا في نهائي اليورو أمام فرنسا، سدد كرة قوية سجل منها هدفا حاسما ومنح برازيل أوروبا اللقب. ثوان معدودة عقب دخول جيرارد كبديل في المباراة تحصل على بطاقة حمراء مباشرة عقب اعتدائه على لاعب اليونايتد. دائما ما يكون حاسما، رونالدو دخل بديلا في مباراة اليوفي التي كان متخلفا فيها بالأهداف، سجل هدفان وساعد الفريق في العودة بالمباراة. رجل ريمونتادا الليفر ضد البارسا، جميعنا يتذكر كيف عاد ليفربول في مواجهته أمام برشلونة وأقصاهم من الأبطال. الهولندي فينالدوم الذي دخل بديلا كان رجلا لتلك الريمونتادا بدون أي منازع.
راشفورد وسانشو وساكا دخلوا خصيصا ليسددوا ركلات الترجيح في مواجهة إيطاليا وإنجلترا، لكنهم فشلوا ليرسموا الخيبة على وجوه المشجعين والمدرب. هالاند سجل هذا الهاتريك مع دورتموند في غضون 23 دقيقة عقب دخوله الملعب ليمنح أسود الفستيفال نقاط المباراة. راشفورد دخل الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة، سجل هدفا قاتلا في اللحظات الأخيرة ومنح الفوز للشياطين الحمر. باتشوي كاد الهدف من دخوله الملعب أن يسجل هدفا لتشيلسي، لكنه لعب دورا عكسيا، سجل هدفا في مرمى شباكه لصالح توتنهام. إحدى معجزات كرة القدم، ليفاندوفسكي بعد دخول الملعب كان السوبر هيرو البايرن، سجل خماسية لفريقه في غضون 9 دقائق فقط. نعم 9 دقائق، هل تصدق ذلك؟ هوغو دورو كان حاسما مع فالنسيا، فبعد دخوله الملعب سجل هدفان الخفافيش ليرجح كفتهم على حساب أتلتيكو مدريد. مارك نوبل دخل ليسدد ركلة الجزاء الحاسمة في مباراة ويست هام واليونايتد، لكنه أضاعها ليكبد فريقه الهزيمة.